التمارين باللاحقيك بالان سير 4 بي ايبسيلون 0 راهي كتساوي هي تصعود في 10 اس تصعود في سيستم انترناسيونال، ويمكن لك تجبد ايبسيلون 0 شحال تساوي الاكسبريسيون ديالها بي، غتعوض بي ب 3.14. قلنا اش قلنا؟ قلنا لا شارج الاولى كتابليكي لا فورس على لا شارج الثانيه، ولا شارج الثانيه ايضا كتابليكي واحد لا فورس على لا شارج الثانيه في لو سونس كونتير. هادشي علاش عندنا اف دو ان ايتيغال موا اف ان دو. دابا غندوزو للدراسه الحالات ديال هاد الشحنات الكهربائيه. دابا لحقاش تقدر تكون الشحنات الكهربائيه وحده سالبه والاخرى سالبه، تقدر تكون وحده سالبه والاخرى موجبه، يقدر يكونوا هما بجوجات موجبين. غنشوفوا في هاد الحاله اش كيكون عندنا. سي كي ان اي كي دو دو ميم سيني، يعني قال لك ملي كتكون هاد الشحنتين الكهربائيتين عندهم نفس الشحنه، يعني نفس لو ميم سين، يعني اما بجوجات موجبتين ولا بجوجات سالبتين. هاد الشحنتين الا كان عندنا بجوج هاد الشحنتين عندهم نفس لو سين، اش كنكون عندنا ريبلسيون، يعني تنافر بين دوك جوج شحنات. يعني الا كان عندك جوج ديال الالكترونات راه الالكترون الاولاني يعني عنده واحد الشحنه سالبه والالكترون الثاني عنده شحنه سالبه، يعني بيناتهم تنافر. سي يعني واحد كيدفع للاخر، واحد كيدفع للاخر، ما كيقربوش عند بعضياتهم. سي كي ان اي كي دو دو سيني كونترير، ملي كيكون عندهم دي سين كونترير كتكون عندنا اتراكسيون، يعني تجاذب، كيتجاذبوا دوك لي شارج كيتجاذبوا بيناتهم. رومارك عندنا لي زينيتي لا فورس راه بالنيوتن، كي ان كي دو الوحده ديالهم هي الكولوم، ار بالمتر. لا لوا دو كولوم اي فالابل بور ار سوبيريور ا 10 على بويسونس موان 12 متر. قلت هاد لوا دو كولوم كنستعملوه فقط ملي كتكون لا ديستونس بين هادوك جوج ديال لي شارج كتكون لا ديستونس بيناتهم كبر من 10 اس ناقص 12 متر. كي ان اي كي دو ايموبيل، قال لك هذه هي الخاصيه اللي كتميز الالكتروستاتيك، هي ان دوك لي شارج اللي كنديروا الدراسه ديالهم ايموبيل، ستاتيك يعني ما كيتحركوش. سينو اباريسيون دي فورس الكترومغنيتيك، يعني الا كانوا هاد لي شارج كيتحركوا غيظهروا عندنا دي فورس اخرين اللي هما لي فورس الكترومغنيتيك، وحنا ما كنهتموش دابا بهاد لي فورس. عندنا الفورس الوحده اللي كاينه اللي هي معطيانا كي دوني بار لا لوا دو كولوم، هي هاد لا فورس اللي عندنا. غندير واحد لابليكاسيون كومباريزون دو لا فورس الكتروستاتيك على فورس داتراكسيون انيفرسيل. دابا غنديروا الدراسه بين هاد لا فورس الكتروستاتيك ولا فورس داتراكسيون انيفرسيل. اول حاجه شكون هي هاد لا فورس داتراكسيون انيفرسيل؟ هادي كنا قريناها تقريبا في السانكيام ولا السيزيام. هي ملي كيكون عندك جوج ديال الاجسام سواء كانوا هاد الاجسام نوتر ولا مشحونين بشي شحنه سالبه ولا موجبه، ما تيهمناش حنا، المهم عندنا جوج ديال الاجسام. ملي كيكون عندك جوج ديال الاجسام راه كل جسم كيطبق واحد القوه على الجسم الاخر، كل جسم كيطبق واحد القوه على الجسم الاخر. هنا غنشوفوا الحاله ديال جوج ديال الالكترونات. هاد لا فورس داتراكسيون، هاد قوه التجاذب الكوني بين هاد بين جوج ديال الالكترونات، يمكن نحسبوا هاد القوه اش كتساوي. هي جي هاد الكونستانت اللي شحال تساوي ها هي فاش في الكتله ديال الالكترون الاولاني في الكتله ديال الالكترون الثاني مقسوم على ار او كاري. ار هي المسافه بين الالكترون الاولاني والالكترون الثاني. اذا فالعلاقه الاصليه هي جي في ام واحد في ام جوج على ار او كاري. اذا هذه هي لا فورس داتراكسيون انيفرسيل. دابا ملي هما هاد لي شارج عندهم شحنات، يعني كنتحدثوا هنا على واحد الفورس الكتروستاتيك اللي هي هذه اللي شنا قبيله، اللي هي ان سير 4 بي ايبسيلون 0 في كي ان في كي دو على ار او كاري. في هذه الحاله عندنا جوج ديال الالكترونات، يعني كي ان الشحنه ديالو هي او وكي دو الشحنه ديالو هي او، يعني هنا او كاري.
باش ندير هنا واحد الكومباريزون بين هاد جوج ديال لي فورس، غادي نقسمو لا فورس الكتروستاتيك على لا فورس داتراكسيون يونيفرسيل. اش غيعطينا باش غنقسمو اف او على اف، اف او على اف جيش غتمشي، غادي نمشي ار او كاري مع ار او كاري، غادي تعطينا هاد ليكسبريسيون هيا. وكنلاحظوا بلي هاد ليكسبريسيون قحد لي فالور كاملين معطينا، او معطينا، ام او معطينا، جي معطينا، هادو راه كاملين دي كونستانت. ايبسيلون 0 حتى هي كونستانت، اذا اف او على اف جي كتساوي هي 4 × 10^-42. يعني لا فورس الكتروستاتيك شحال كتساوي، يعني لا فورس الكتروستاتيك شحال كتساوي، هي 4 × 10^-42 في لا فورس داتراكسيون يونيفرسيل. هادشي اش كيعني؟ هادشي كيعني بلي هاد لا فورس الكتروستاتيك وكبر بزاف من ديك لا فورس داتراكسيون يونيفرسيل. يعني هادشي كيخلينا باش نهملو هاد لا فورس فهاد لا فورس داتراكسيون يونيفرسيل فاش كنكونو نديرو الدراسة ديال الشحنات. هاد لا فورس لا لاحظتو بحال هاد الفورس هما كنا كنقراوهم مثلا في الاقمار الصناعية، هادوم هاد لا فورس هيا كنا كنقراوهم بالنسبة للاقمار الصناعية، ولا مثلا القوى التجاذب الكوني بين مثلا بين الارض والقمر، ولا بين شي كوكب وشي قمر اصطناعي. المهم كنستعملو هادوك في واحد ليشيل ماكروسكوبيك لي كبير، كنديرو الدراسة ديال الاجسام كبار. المهم الكونكليزيون يمكننا ناخدو شناهي، لا فورس داتراكسيون اي نيجليجابل دوفون لا فورس الكتروستاتيك. هادشي لي قلنا. فورس ندوزو دابا لواحد واحد تقريبا هو مثال اخر كيفاش نتخطيو هاد اذا كان عندنا بحال هاد المثال. فورس الكتروستاتيك اكزيرسي بار ان انصومبل دو شارج سير ان شارج كي، برينسيپ دو سوبرپوزيسيون. دابا في المثال اللي سبق هاد لابليكاسيون اللي سبقات درنا واحد ليكزومبل ديال جوج ديال الالكترون، دو الكترون. دابا قال لك الا كانوا عندنا سي بزاف ديال لي شارج، بزاف ديال لي شارج، ملي كيكون عندنا بزاف ديال لي شارج راه كل وحده كتابليكي على الاخرى دي فورس. مثلا الا كانوا عندنا 4 ديال لي شارج، يعني دوك الثلاثه ديال لي شارج راهم ابليكين واحد الفورس على هذيك الشارج اللي بقات. دائما كل شارج كل شارج من هاد الربعه راهم ابليكين عليها 3 ديال لي فورس. وباش نحسبوا هذيك لا فورس اللي مابليكين على هذيك لا شارج، مثلا بغا نحسبوا لا فورس اللي مابليكين على لا فورس اللي مطبقها لا شارج كي ان على واحد لا شارج كي، اش كتساوي؟ ان كيما شفنا في العلاقه هي لوا دو كولوم، ان سير 4 بي ايبسيلون 0 في كي اي على ار اي او كاري. يعني مثلا اف واحد يعني القوه اللي تطبق لا شارج الاولى على كي، اش غتساوي؟ اف واحد تساوي 1 على 4 بي ايبسيلون 0 في كي ان على ار ان. ار ان هي لا ديستانس بين كي ان وكي، و اي هي اش قلنا؟ هي المتجهه الوحيديه ديال ديك لا فورس. كذلك لو بغينا نحسبوا لا فورس اللي كتابليكي لا شارج الثانيه على كي، كذلك هي اف جوج كتساوي ان سير 4 بي ايبسيلون 0 كيف كي جوج على ار جوج او كاري، و ار جوج راه هي لا ديستانس بين كي جوج و كي. هاكا لا ريزلتون دي فورس اكزيرسي سير كي سورا. يعني الا بغينا نحسبوا لا سوم ديك هاد دوك لي فورس اللي مابليكين على هذيك لا شارج كي، اش كتساوي؟ راه كتساوي هي لا سوم ديال دوك لي فورس كاملين. هي شنو هي؟ هي بحال في الاصل اش غتولي عندنا؟ اف كتساوي اف 1 زائد اف 2 زائد اف 3، هادي في الاصل. دابا عندنا ليكسبريسيون اون جينيرال، ليكسبريسيون اون جينيرال عندنا واحد. المهم غادي نعوضوا هاد ليكسبريسيون ديال هاد لا فورس اللي هي مديوره اون جينيرال، ما كنهتموش دابا شحال عندنا من شارج. المهم غنعوضوا هاد ليكسبريسيون هاي اف اي هنا في بلاصه اف اي، وبما ان كي راها كونستانت و ان سير 4 بي ايبسيلون 0 كونستانت غتخرج من لاسون. ملي كنقول كونستانت يعني ما كتعلقش بهاد اي، يعني
مهما تكون ديك لا فورس راه هاد كي و ان سير كات بي ايبسيلون زيرو هاديك ما عندها حتى علاقة بهاد الاي هاي ما عندها حتى علاقة بهاد الاي يعني اشنو غادي يبقى ليا وسط لاصوم هادشي اللي غادي يبقى ليا وسط لاصوم اذا هادي هي زعما لاصوم دي فورس اللي مابليكين على واحد لا شارج كي اذا هنا غنكون سالينا البارتية هاد البارتي الاولى من الدرس ان شاء الله نتلاقاو في البارتي الجاية.